مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. بدعوة منه، رئيس الجمهورية المؤقت يبحث استحقاقات المرحلة مع عدد من قادة الأحزاب. اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل. في اللقاء الإعلامي الدوري 96 بمقر الحكومة بالقصبة، وزير أملاك الدولة يعلن انطلاق الثورة العقارية. مجموعة دول غرب إفريقيا توافق على نشر قوة إفريقية في مالي. استقبل رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي صباح اليوم بقصر الرئاسة بقرطاج، وبدعوة منه استقبل عدد من قادة الأحزاب للتشاور بخصوص استحقاقات المرحلة المقبلة وسبل إدارتها، خاصة مرحلة ما بعد 23 من أكتوبر. رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي أعرب خلال لقائه بالرئيس عن أمله في أن تخرج البلاد من عنق الزجاجة، مؤكدا أن ذلك يحصل بتوافق كل المكونات السياسية على عبور هذه المرحلة بسلام. عندي أمل، وأن مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الظروف، إن شاء الله تونس تخرج من عنق الزجاجة إذا كان العقلية اللي سادت في هذا اللقاء هي اللي تسود. هذا ودعا رئيس حزب العمال حم الهمامي إلى معالجة متعددة الأبعاد، خاصة سياسيا واجتماعيا، لمواجهة الأزمة وخلق مناخ ملائم يسوده الوفاق، وهو ما دعمه أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، مضيفا أنه يجب ضبط جدول زمني خاصة بشأن الدستور وتركيز الهيئات. أولا معالجة سياسية، سواء ما تعلق بمسألة الخطة لما تبقى في الفترة الانتقالية، مسألة الإصلاحات، وكذلك بعد آخر هو ثانيا المسألة الاجتماعية. لابد من إجراءات مستعجلة لمعالجة الأوضاع الاجتماعية. البلاد في حاجة لحوار وطني هام للخروج من الأزمة الخانقة السياسية الحالية اللي المسؤول عليها حكومة الترويكا. هذا يتطلب ضبط جدول زمني فيما يتعلق بالانتهاء من صياغة الدستور، أما يلزم يكون دستور ديمقراطي، فيما يتعلق بالانتهاء من صياغة قانون انتخابي، فيما يتعلق من تركيز الهيئات. كما كان لأمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو لقاء برئيس الجمهورية المؤقت، حيث أبلغه بأن الحاجة اليوم ماسة لطمأنة الشعب بشأن رزنامة تضبط المواعيد السياسية الهامة. نحب نخرج في أقرب وقت بتطمين لكل الناس حول رزنامة تتعلق كما قلنا بوضع الدستور وبإجراء الانتخابات ديما نقوله في سنة 2013، ومفضله إن شاء الله يكون قبل الصيف أو في بداية الصيف. هذا وأكد رئيس حزب المسار الديمقراطية الاجتماعي أحمد إبراهيم أن الحوار الوطني بمشاركة كل الأطراف وإنجاح مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، مع ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية للتقليص من بؤر التوتر والاحتقان الاجتماعي، هي الأولويات المستعجلة في المرحلة الحالية. انعقدت اليوم الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، وتطرقت إلى موضوعين أساسيين يعيشهما الاتحاد هذه الأيام. الأول الحوار الوطني الذي طرحته المنظمة الشغيلة وتمسكت بمشاركة جميع الأطراف السياسية فيه، أما الثاني فيتمثل في حيثيات وتداعيات إيقاف عون النقل العمومي منذ يومين ومن جر عنه من إضراب في قطاع النقل بالعاصمة والأحداث التي رافقته، حيث جدد قيادات الاتحاد تأكيدهم على الدفاع عن جميع منظوريه بشتى الوسائل. تعرض مقر المكتب الجهوي لحزب حركة النهضة بباجة إلى محاولة الإحراق في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة، بعد أن أقدم أحد الأشخاص على رمي بعض الأكياس البلاستيكية من الفضلات وحرقها أمام مقر الحزب، بما أدى إلى اشتعال الباب الخارجي للعمارة، ونجح أعوان الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الأمن في إطفاء النيران قبل وصولها إلى المكاتب الموجودة، ولم يتعرض مقر الحزب إلى أي أذى بما أنه يتواجد في الطابق الثاني. جيت على عين المكان نلقى الحماية المدنية بصدد إخماد النار، فما دخان كبير ياسر ما بين المدخل الرئيسي وباب المقر. الحماية المدنية ما نجموش يدخلوا باش يقتحموا، أنا خفت للمقر يكون هو اللي يشتعل. اقتحمت الباب والحمد لله من لطف الله ما فماش معناتها حتى شيء داخل، إلا أنه الدخان اللي كان منبعث
من جراء الحريق كان دخان رهيب ياسر، وما هوش متاع معناتها مواد متاع قمامة ولا فضلات ولا كذا، إلا أنه كان دخان معناها كبير ياسر يوحي بأن هناك مادة خطيرة جدا. وقام أعوان الأمن بمركز الشرطة بمدينة باجة باستنطاق أحد الحراس الذي يعمل في شارع قريب من مقر حركة النهضة، فأفاد بأن الفاعل شخص مختل ذهنيا قام بحرق أكداس الفضلات بعديد المواقع بما في ذلك مدخل العمارة التي يتواجد بها مقر النهضة بباجة. وأكد الكاتب العام للمكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة أن هناك مخاوف بأن تكون وراء عملية الحرق فعل إجرامي، متمنيا أن يكون الفاعل هو الشخص المختل عقليا مطالبا بمواصلة التحري للوصول إلى الحقيقة الكاملة. سنتابع التحقيقات عن كثب وسنكشف إن شاء الله عن ملابسات هذه القضية. طلب الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي الحكومة المؤقتة بالاهتمام بالمشاكل الفعلية للشعب التونسي، وهي التنمية الجهوية والمحلية والفوارق الاجتماعية وتفعيل برامج التشغيل. الرهان الحقيقي بالنسبة لنا للثورة هو رهان تشغيل الشباب. اليوم نسمع في الناس تتكلم في مواضيع شتى، لكن المشغل الأساسي اللي قامت على خاطر الثورة هي خلق حلم، خلق أمل، خلق أفاق جديدة للشباب، وما تنجم يتحقق هذا إلا من خلال التشغيل. فهذا الموضوع الأساسي، والموضوع الأساسي اللي يدعونا اليوم أنه لمراجعة النمط الاقتصادي اللي ماشيين عليه في زمن بن علي وتمادات اليوم الترويكا ماشي عليه، ماشي على نظام اقتصادي يقوم على تشجيع الاستثمار، دفع الاستثمار وتشجيع بالحوافز المختلفة حتى يأكل الاستثمار هذاك يخلق مواطن شغل ويخلق نسب من النمو. هل الثلاثية هذه كانت ثلاثية مقدسة ولا زالت؟ ما تنجمش تحققنا أكثر من 4-5% من النمو، هذا غير قادر لاستيعاب الكم الهائل من الشباب اللي بحث على شغل. وفيما يتعلق بموعد 23 أكتوبر، بين المرايحي أن الاتحاد الشعبي الجمهوري يرى أن الوفاق الوطني هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. نمنو أن ثم شرعية انتخابية نحترمها، نحترموا وفاهمين من الأول شنو معناها مجلس وطني تأسيسي، هذاك علاش وقفنا ضد المجلس الوطني التأسيسي، لكن كي كان هو خيار متاع مجموعة في اعتقادنا مجموعة قليلة والمجموعة الكبيرة قاعدة ساكتة، فنقولوا اليوم الشعب التونسي أنك تتحمل تبعات الشيء اللي عملته، السكات متاعك تتحمل تبعاته، واليوم نقولوا للناس اللي يناديوا بأنه 23 تنتهي الشرعية ما تصلحوش غلطة سكاتكم المرة الأولى بغلطة أخرى، يزم اليوم الغلطة اللي مشينا فيها نكملوها للآخر بالكل، نخرج منها بدستور، لكن المرة الجاية وقت تصير استحقاقات أخرى إن شاء الله الناس تكون واعية وتكون متحفزة باش ما تسكتش. التشغيل والوفاق الوطني مطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري، فهل جهز برامج سياسية لذلك؟ تطبيق القانون في استرجاع الأراضي العقارية ومواصلة إنجازات المشاريع التنموية وأهم الإجراءات والإصلاحات المبرمج اتخاذها هي أهم النقاط التي تحدث عنها وزير أملاك الدولة سليم بن حميدان في اللقاء الدوري 96 بالوزارة الأولى، والذي أكد في هذا اللقاء انطلاق الثورة العقارية. في إطار الإنجازات ثم تحدثنا عن ثورة عقارية، وفعلا انطلقنا في هذا العمل عبر منشور تطبيقي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2012. المنشور هذا يقضي بتفعيل الأمر عدد 3336 ل 27 أكتوبر 2011، والقاضي بتسوية الوضعية القانونية للمستغلين بصفة قانونية لأراضي دولية فلاحية. نحب نقول إن الموضوع هذا يلزم نخرجوه على التجاذبات السياسية، يلزم نخرجوه لأنه سمعنا كلام كبير وخطير يحكي على أن وزير أملك الدولة يتشفى وينتقم للواحد. لا، الأمر هذا راه واقفين عليه لجان وموظفين من المحلفين، وهذه فرصة باش نأكدوا إن المبدأ هو تفعيل القانون وضمان علوية القانون في هذا الإطار. وزير أملاك الدولة تحدث كذلك عن مصير أملاك التجمع وعن المشاكل العقارية التي تعترض مسار تنميته في الجهات. ثم إشكاليات عقارية، ونعرف أن الإشكاليات العقارية راهي إشكاليات معقدة،
معقدة، خاصة لما يكون نزاع، وإحنا نعرف هذه طبيعة المرحلة الانتقالية اللي نريد أن نتجنب فيها الحلول الأمنية. موضوع الأراضي الاشتراكية هذا يكاد يكون خارج نطاق الدولة، ومعضلة كبيرة ياسر في تونس، معناها عشرات آلاف الهكتارات المعطلة التنمية، 3 ملايين هكتار في تونس خارج الدورة التنموية نتيجة لقانون متاع نظام الأراضي الاشتراكية ل64. القانون هذا نتاع 64 قانون ديمقراطي ثوري، ولكن ما أداش النتائج المرجوة منه. لم يتم منذ 64 إلى حد اليوم إلا تسوية قرابة نصف هذه المساحة، حوالي 1,500,000، ما زال 1,500,000 خارج الدورة التنموية، ما يقارب 400,000 هكتار في تطاوين، ونشوف الحالة التنموية في تطاوين، ما يقارب 500,000 هكتار في ولاية مدنين، وكذلك عديد الولايات الأخرى، قليلة جدا الولايات التي أتم تصفية الأراضي الاشتراكية. قيمة القروض المالية لسنة 2012 ستتحمل الدولة عبء تسديدها، و50% قيمة الاقتصاد الموازي، كلها أرقام تنذر بالخطر للوضع الذي آل إليه اقتصاد ما بعد الثورة، خطر قد يهدد بانقراض عديد المؤسسات على حد قول أحد الحاضرين في اجتماع بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اجتماع افتتحت أشغاله رئيسة الاتحاد وداد بوشماوي، مؤكدة في كلمتها أن الوضع العام في البلاد فرض التواجد اليوم للنقاش حول المناخ الذي تنشط فيه المؤسسة بعد تفاقم أعبائها، خاصة بعد الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز. نحن نعرف أن المؤسسة دورها واضح، هي الركيزة الأساسية للإنتاج والاقتصاد ولإنتاج النمو الاقتصادي، هي اللي تشغل، هي اللي تصدر، هي اللي تنتج للسوق الداخلية وللسوق الخارجية، واللي هي اليوم بنين عليها الرهانات، وبخصوص الرهان الأساسي هو رهان التشغيل. الاستثمار اللي هو مش كافي، مكافيش باش يشغل البطالة اللي عندنا تكلمنا عليها هذي، معناها ثم كذلك أمور البنوك، معناها الوضع اللي عاشت البنوك، مثلا 10 مليار دوات، معناها هذوما قروض مش باش ترجع البنوك، وهذا باش ترزن على ميزانية الدولة، خاطر الدولة باش تقف مع البنوك، وهذا شكون باش يخلصوا؟ باش يخلصوا ميزانية الدولة. رؤساء القطاعات وأصحاب المؤسسات أعربوا عن انشغالهم بالوضع الذي تواجهه اليوم المؤسسة وتمسكوا بمطالبهم. المشاكل نتاعنا مع الإدارة، مطالب نتاعنا تمكيننا من تراخيص تصدير بالنسبة للمادة تحديد الخردة، وخاطر مفروض علينا نبيعوا الشركة وحيدة في الداخل اللي تفرض أسعار من الدنيا، معنا أقل برشا من الكلفة. اثنين، عندنا مشاكل في الإدارة، عندنا أوامر وقرارات صارت في عهد بن علي خدمة مصالح العائلة الموسعة، العائلة مشت على روحها وقرارات مازلت تطبق. المؤسسة التونسية كلها تقاسي من حاجة اسمها جي تي تي، الاتحاد الشغل، إنه الاتحاد قاعد يفرض في روحه وقاعد يفك للعارف، ما قاش لاحق، العارف ما قاش لاحق باش يوفر هالشيء هذايا اللي طالبه الاتحاد. وفي انتظار انتهاء مفاوضات اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع اتحاد الشغل والحكومة، يأمل المواطن التونسي في مراعاة مقدرته الشرائية. اهتمت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في ندوة اليوم بالمسألة القضائية وعلاقتها بالدستور، خاصة في ظل التحولات السياسية التي تعيشها تونس وما تشهده الساحة القضائية من تجاذبات أهم محاور استقلالية القضاء. استقلال القضاء ليس غاية في حد ذاته، بل الغاية هي توفير العدالة للناس. المواطن له الحق في أن يكون له قضاء عادل، والضمان الأساسي عدالة المحاكمات أن يكون القاضي مستقلا وأن يكون القضاء مستقلا. هناك نقاش طويل صار في البلاد منذ الثورة حول استقلال القضاء كسلطة وكجهاز والمجلس الأعلى للقضاء وما إلى ذلك، هذا جانب هام وجوهري جدا من الموضوع. وهناك أيضا جانب ثان أهمل من النقاش العام أو لم تتركز عليه الأنظار بصفة كافية، وهو موضوع استقلال القاضي كفرد يقوم بدور رئيسي داخل هذه المنظومة. رأى الذين شاركوا في ندوة اليوم تحدثوا عن إصلاح جذري للمنظومة القضائية، خاصة في الجوانب التشريعية، في انتظار أن تتحول النظريات إلى تطبيقات.
مثلت إجراءات التسجيل للدراسة في الجامعات الفرنسية محور الصالون الجامعي الفرنسي الأول بتونس الذي افتتح صباح اليوم ويتواصل على امتداد 3 أيام بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ويهدف هذا الملتقى إلى اطلاع الطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة تعليمهم الجامعي بفرنسا على مختلف مراحل التسجيل. وقد أكد منصف بن سالم وزير التعليم العالي في كلمته لقناة حنا بعل على هامش هذا الصالون أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم العالي، وأدلى بالتصريح التالي: هي المشاركة تاريخيا إتاندس كتاب، المعنى واضح، تونس وفرنسا في التبادل الثقافي والعلمي عندنا علاقة كبيرة ياسر، احنا نستعملوا في اللغة الفرنسية، برامجنا هي برامج فرنسية، الأستاذ الفرنسيين كانوا هنا يعني في تونس معنا، نحن عندنا أيضا علاقات كبيرة، أكبر جالية من طلبتنا موجودين في فرنسا، أكبر جالية أيضا من التونسيين موجودين في فرنسا، وبالتالي ولو نحن انفتحنا الآن على أمريكا الشمالية وانفتحنا على ألمانيا النمسا إيطاليا، ولكن أيضا تبقى دائما فرنسا في المرتبة الأولى. ومن جانبه أكد السفير الفرنسي بتونس على ضرورة دعم التعاون الفرنسي التونسي في je crois qu'elles ont vocation à se renforcer encore et notamment après les entretiens à haut niveau. أعتقد أن التعاون الفرنسي التونسي في حاجة لمزيد الدعم، خاصة بعد المحادثات الثنائية على أعلى مستوى بين رئيسي الدولتين خلال المحادثات الأخيرة بمالطا. تمثل السوق التونسية بالنسبة لفرنسا الأبرز في مجال التعليم العالي مقارنة ببلدان شمال إفريقيا، أكثر من 15,000 طالب تونسي بالجامعات الفرنسية، ونسبة هامة من المنح الجامعية يتم صرفها سنويا. pour des stages de longue durée ou des stages de courte durée. C'est le premier campus France-Tunisie que nous organisons avec l'aide de Campus France, de l'agence. نسعى من خلال هذا الصالون تكوين التلاميذ والطلبة الراغبين في إتمام دراستهم بفرنسا وتقريب التوجيه الجامعي لهم، كما نسعى لإطلاعهم على مختلف مراحل التسجيل. Conditions financières également et donc nous avons toute une série de conférences pour expliquer les parcours, pour présenter les différents secteurs. لا كهرباء ولا ماء ولا تجهيزات ولا مدير يسير الشؤون الإدارية وبنية تحتية مهترئة، هذا هو حال معهد العمران بالعاصمة. الأساتذة يتذمرون والقيمون يشتكون، والسؤال إلى متى يتواصل هذا الوضع الذي آل إليه معهد العمران؟ الضوء ما ثماش إلى حد الآن، الضوء معلش ضوء في لسان العمران إلى حد الآن، تعرف وقتاش مقصوص الضوء؟ مقصوص من مواد جويلية معلش ضوء، الماء ما ثماش. دونك الفوتوكوبيوز ما تخدمش، الاداره ما تخدمش، التليفون ما يخدمش، هذا الاداره لانفورماتيك ما يخدموش، لي سال دو فيزيك كونت ايزون دي تي بي وكل شيء ما يخدموش، حاجه اخرى لا كري ما ثماش، ما عادش عندنا كري في لسان العمران، ما عندناش سيرفيون جينيرال، تلامذه قاعدين وحدهم يدخلوا ويخرجوا، واحنا لو كان مش احنا واقفين معاهم راهو كان المكتب تسيب اكثر من هكا. الإدارة لا مبالاة نتاعها حاجة ما تتخيلهاش. ما عندناش سانسور وما عندناش مدير، خاصة ما عندناش مدير. قاعدين نقريو نظري، معناتها الأمور التطبيقية مفقودة توا، فما بعض الشعب اللي المحتوى نتاع البرنامج تطبيقي تنجم تقول 100% وتعطل الأمور هذه حتى يرجع الضوء. قبل نتوجه للوزير التربية، هل يعقل معهد كحي بخلدون في 2000 تلميذ لا مدير لا ناظر العمران سامحني لا مدير لا ناظر لسيرفيون جينيرال، مش نبقاو نعانيو هكا، مش نبداو امتحاناتنا ما عندنا حتى ريسبونسابل باش نجموا نحكم معاه باش نعملوا دفاراتنا، ينجم ما يجينيش التلميذ يعدي. ناقصين ستاف في التطير معناها من قيمين واداريين، عندنا تلامذه تعاني في مشاكل مصالحها كلها متعطله، لي بارون الأساتذة معناها تنجم تكون كل شيء واقف في الليسي، كل شيء واقف. كانوا معنا ثلاثة معناتها سورفيونات اللي معناتها نقلوا وما جابوش معاوضين معاهم، تصور نحن ديجا أنا ومعايا الطفل، معناتها تصور أنت خدمة كاملة من الروجيستر من الغيابات 2000 تلميذ في رقبتي أنا. الأولياء وتلاميذ معهد العمران مستاؤون من تباطؤ وزارة التربية والسلطة المعنية بالتدخل لإصلاح الوضعية الإدارية السيئة التي أضحى عليها المعهد والتي اعتبروها بالعمل اللامسؤول. البروفيت
قريت يعني مزلت حتى يكعن أكثر من شهر قراية حتى برفت في دو بس أنا ما قرينا حتى سيانس. طلب منهم خويا يشوفونا حالنا، يجيبوا سيرفايونات جدد، يجيبونا مدير. زيد نوجه له سؤال وزيد، إذا كان الطوى معايا لا مدير لا سيرفايون لا حتى شيء، سامحني شنو هو الرسالة اللي يوصل فيها الأولياء؟ أنا واحدة من الناس قاعد يوصل لي في رسالة اللي يحب حق يعني ذراك يعلف. بين الوضعية الصعبة والحلول العاجلة، يأمل الأساتذة والمشرفون على معهد العمران أن تلتفت وزارة التربية لانتشال معهدهم من بؤرة التهميش. احتجاجا على المقاييس التي اعتمدتها رئاسة جامعة جندوبة لتسجيل الطلبة بمرحلة الماجستير، دخل ما يقارب 40 طالب في إضراب جوع مفتوح بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف. طلب الماجستير أنه إدارة الكلية تقبل 85% من الطلبة أولاد الكلية ومن أوتر إتابليسمو 15%، هذا ما تمش. إدارة الكلية قبل تعرف 50% من طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف في جندوبة، وقبل 47% من كليات أخرى بمعدل 10.03. احنا عدنا في الكلية شكون عنده 11.67 ما تمش قبوله. وقت جينا باش نتحارب مع الإدارة، الإدارة ترددت بنقابة الأسئلة كلهم ترددوا ولم يفتحوا لنا بابا للحوار. هيثم الولاني هو طالب في كلية جندوبة، وقع الاعتداء عليه وإحنا متمسكين أن يكون هو على رأس القائمة اللي بتقبل في الماجستير. رانا مستعدون لخوض كل أشكال النضال اللي يقفلها لنا القانون من أجل أنه زميلنا هيثم يكون متواجد في الماجستير. واستغل الطلبة تواجد كاميرا حنبعل ليبرروا ذممهم من أحداث العنف الأخيرة وحملوها لأطراف خارجية، وألقوا باللوم على إدارة الكلية التي حملتهم المسؤولية، وطلبوا وزير التعليم العالي بالتحرك والاستجابة لمطالبهم. أحداث العنف اللي صار هي أطراف خارج عن الجامعة التونسية قامت بالدخول إلى الجامعة واستغلت إضراب الطلبة داخل الجامعة وقامت انطلاقا من صراع حول مصرف الكلية. يعني صراع داخل مصرف الكلية، ثم أطراف وأطراف لها سوابق عدلية وكرر هي اللي قامت بإحداث الشغب داخل الكلية. انقطعت مياه الري فتعطلت الدروس بالمدرسة الإعدادية بعين البيا منذ يوم الثلاثاء، وغادر 800 تلميذ مقاعدهم. السكان في عين البيا بجندبة يستعملون مياه الري للشرب رغم إدراكهم المسبق بأنها غير صالحة للشرب ولا تصلح إلا لسقي المزروعات، لكن الظروف حتمت عليهم ذلك ليزيدهم انقطاعها هما على هم بعد أن قطعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز التيار الكهربائي عن مضخات الماء، وسبب عدم تسديد الجمعية المائية لديونها المتخلدة لفائدة شركة المذكورة، وهو ما يوضحه القيم العام بالإعدادية. تابع جمعية سقوية، الجمعية هذه أمورها مش واضحة مع ستيك مخقصة الماء، نظرا لاستحالة الوضع معناها وتفشي معناها ولا وضع سيء وسيء جدا بالنسبة للسير العادي للمؤسسة هنا اللي تأم معناها 450 تلميذ في المقيم في المبيت، وعندنا ما يقارب 100 إطار يخدم. قرر مجلس المؤسسة غلق المؤسسة وتعطيل سير الدروس في انتظار وجود الحل. المدرسة الابتدائية بعين البيا واصلت عملها رغم انقطاع المياه ليحرم الأطفال من شربة ماء ومن استعمال دوارات المياه خلال ساعات دراسة، وهو ما تحدث عنه مدير المدرسة الابتدائية الذي تزامنت زيارة كاميرا حنبعل مع خمسينية تأسيس المدرسة الابتدائية. سن عنين الماء من نهار ثلاثة، صحيح أن الجمعية المائية اللي هو ما سقوا ما يمنيش، أنا عندي 319 تلميذ قاعدين لهم 18 كذا أيام والتواليت أكشفت ما كسرتها، اشنيه ذنبنا نحن هنا الوضع هذا؟ هذه نقطة ما سقوا يا ولدي، مسقوا يسقوا يصالح يسقوا به الانزاص والتفاح والسواني نتاعها. تكريما للرياضيين التونسيين الذين تألقوا خلال الألعاب الأولمبية الموازية لندن 12 و2000، التأم صباح اليوم بقصر الضيافة بقرطاج حفل استقبال بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة حمد جبالي الذي ثمن النتائج المشرفة التي أحرزها الرياضيون التونسيون خلال هذه التظاهرة الكبرى. برافو لذوي الاحتياجات الخصوصية لأنهم أنا حشمونا وشجعونا في نفس الوقت. حشمونا لأنه عطاء غزير وفوق قدرة الإنسان، وشجعونا لأنه في تونس فعلا الرجال مازال تحمل الراية وستزيد وستستمر في حمل الراية إن شاء الله نحن مع بعضنا.
والله تكريم رئيس الحكومة اليوم فكان على يعني على حجم الأبطال اللي شاركوا في 2012، وإحنا فرحانين به برشا، وإن شاء الله يعني يكون لنا حافز باش نخدموا مخير للريو 2016. وأعلن رئيس الحكومة المؤقتة بالمناسبة عن قرار اتخذ بالاتفاق مع وزارة الإشراف يقضي بإسناد خطط منشطين رياضيين لأعضاء المنتخب التونسي الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية الموازية. والله أقل ما يمكن أن تقدم لهم المجتمع وقدم لهم تونس، تقدم لهم تونس منشط رياضي، لأنه أولا فعلا هو قدوة، وقت نقول منشط هذا هو قدوة لغيره في التضحية والبذل، يستحق ويستحق أكثر من ذلك. أهم شيء اليوم في تاريخ الرياضة التونسية أن اليوم أعطينا 30 منشط، وهذا أهم شيء، وهذا اللي مش يبقى، لأن الحالات أنا بالنسبة لنا صحيح الرياضة والميداليات، لكن هذه حالات اجتماعية. نصور دالي أول مرة تصير في تونس، يكرمونا كما هكا، كرمونا أعطونا ماديا يعني اللي مخدوش ميداي خاصة وخاصة الخدمة. وتم خلال هذا الحفل الذي حضره عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات الرياضية التونسية تسليم مكافآت مالية لكل الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية لسنة 12 و2000. اللي تحصل على ميدالية ذهبية تقريبا تحصل على 40,000 دينار، والتحصل على ميدالية فضية على 30,000 دينار، والبرونزية على 25,000 دينار، واللي ما تحصلش عطينا أول مرة. أول مرة رياضيين شاركوا الألعاب الأولمبية متحصلوش على ميداليات وخذوا تقريبا 5,000 أو 4,000 دينار كل واحد. وفي أخبارنا العالمية، توصلت مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى اتفاق على شروط انتشار قوة إفريقية في مالي على أن يكون مقرها العام في باماكو، وفق ما أعلن وزير الدفاع المالي ووزير دفاع ساحل العاجة. وقال وزير الدفاع العاجي بول كوفي كوفي إلى جانب نظيره المالي ياموسي كامارا، قال ينبغي الترحيب بالاتفاق الذي توصلنا إليه، ويمكن القول أن مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بلغت مرحلة تنفيذ عمليات القوات على الأرض المالية. وكان كوفي كوفي التقى لتوه الرئيس المالي ديمان كودا تراوري يرافقه وزير الاندماج الافريقي في ساحل العاجة. رفض النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرار نصدره الرئيس محمد مرسي بتعيينه سفيرا لدى الفاتيكان. وأعلن رئيس نادي القضاة في اجتماع طارئ حضره بعض الأعضاء تضامنه مع عبد المجيد محمود، وصدر القرار الرئاسي بتعيين محمود سفيرا وسط غضب شعبي لصدور أحكام بالبراءة في قضايا قتل متظاهرين أثناء انتفاضة العام الماضي التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك. ويقول نشطاء إن النيابة العامة لم تقدم أدلة كافية ضد المتهمين في تلك القضايا. هذا ودعا نشطاء إلى مظاهرة اليوم بعد صدور أحكام ببراءة مساعدين كبار لمبارك ورجال أعمال في قضية قتل متظاهرين في ميدان التحرير، والتي عرفت إعلاميا بموقعة الجمل. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 210 أشخاص قتلوا في أعمال عنف في مناطق متفرقة من سوريا، بينهم 87 جنديا نظاميا، فيما يعتبر أكبر خسارة يومية يتكبدها الجيش النظامي منذ بداية النزاع السوري الداخلي. كما أكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الجيش النظامي خسر موقعا استراتيجيا جنوب حلب تمكنت المعارضة المسلحة من السيطرة عليه بعد اشتباكة عنيفة استمرت لساعات. وأشار إلى أن مقاتل المعارضة استولوا على كميات من الذخيرة ودبابة تابعة لقوات النظام. هذا الموقع موجود على طريق دمشق حلب التي يسيطر عليها مقاتل المعارضة. منحت جائزة نوبل للسلام لعام 12 و2000 للاتحاد الأوروبي، كما أعلنت لجنة نوبل النرويجية مؤكدة بذلك معلومات كشفها التلفزيون النرويجي. وقال رئيس لجنة نوبل النرويجية أن الاتحاد الأوروبي ساهم مع هيئاته السابقة منذ أكثر من 6 عقود في تشجيع السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا. وتأتي هذه الجائزة على خلفية انقسام بين الدول الأوروبية التي أصبح تضامنها على المحك حاليا، حيث أن الاقتصادات الكبرى في الشمال تسعى جاهدة لمساعدة دول الجنوب في مواجهة صعوبات اقتصادية كبرى بسبب دينها العام الكبير والتي تعتمد إجراءات تقشف صارمة.
تواجه نائب الرئيس جو بايدن وخصمه الجمهوري المرشح للنيابة الرئاسة في الانتخابات المقبلة بول راين، تواجه في دانفيل بولاية كنتاكي في نقاش حاد، تناول مواضيع ليبيا وإيران وأفغانستان خلال مناظرة يعلق عليها الديمقراطيون أملا كبيرا بعد ارتفاع نسبة التأييد للمرشح الجمهوري للبيت الأبيض ميت رومني. وبعد أسبوع على المناظرة الرئاسية الأولى التي أخفق فيها الرئيس باراك أوباما في أدائه أمام رومني، وقد أقر هو نفسه بالأمر قائلا لم أكن موفقا في تلك الليلة. وأعطى متوسط استطلاعات الرأي تقدما طفيفا للجمهوري ميت رومني على المستوى الوطني بنسبة 47% من الأصوات مقابل 46% لأوباما. لكن على ضوء النظام الانتخابي المعتمد فإن المنافسة بين المرشحين تتركز بصورة خاصة على 10 ولايات ستحسم نتائج الانتخابات. نهاية هذا العرض الإخباري، وهذا تذكير بالعناوين. بدعوة منه، رئيس الجمهورية المؤقت يبحث استحقاقات المرحلة مع عدد من قادة الأحزاب. اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل. في اللقاء الإعلامي الدوري 96 بمقر الحكومة بالقصبة، وزير أملاك الدولة يعلن انطلاق الثورة العقارية. مجموعة دول غرب إفريقيا توافق على نشر قوة إفريقية في مالي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.